الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجتين كده جميلين لذيذين طعمهم حلو قوي، حاجات كده انتوا بتحبوها. هنبدا بورقه اللحمه، بس قبل ما نبدا بورقه اللحمه عايز اقول لكم لو انتوا لكم اي طلبات او استفسارات ابعتوا لنا على صفحتنا اللي قدامكم دي، صفحه الحياه تي في، هنلبي لكم كل رغباتكم. يلا بينا نبدا بورقه اللحمه. بس هنعمل، هحكي لكم قصة ورقة اللحمة وبعد كده نشوف مقاديرنا، وبس قبلها يعني قبل ما يعني بعد ما نقول المقادير هحكي لكم قصة ورقة اللحمة. عندنا مقاديرنا عبارة عن كيلو ونص من اللحم الأحمر المكعبات، ممكن تكون ملبسة شوية، ما فيش مشكلة. عندي نص كيلو من البطاطس، نص كيلو من الجزر، نص كيلو من الطماطم، نص كيلو من البصل، معلقتين صلصة طماطم، وثلاث فصوص ثوم متقطعين شرائح كبيرة، وقطعة من اللية، ومعلقتين من الزبدة، وملح وفلفل، ومعلقة بهارات، ومعلقة صغيرة من الكباب الصيني عند العطار. الكباب الصيني دي بتبقى كور صغيرة أو ممكن يجيبها مطحونة، هوريها لكم دلوقتي. نبدأ. بس أنا طبعا الأسرع والأسهل إن أنا أعملها بلحم الفيليه، طالما أنا جايب لحم فيليه وهعملها عشان تستوي معايا وأوريها لكم دلوقتي قبل ما نطلع من الحلقة، لازم يبقى الخضار ده عندي مستوي. يعني ايه مستوي؟ لازم الخضار ده يبقى كمان ما يبقاش ناشف وانا باكله. فعشان كده هنعمل حاجتين مع بعض. وبعدين دي الكباب الصيني بجيبها مطحونة اهي من عند العطار، او لو انا جبتها قطع بتبقى عاملة زي الكور الصغيرة كده بطحنها معانا، مفيش مشكلة. يلا بينا. قبل اي حاجة هنعمل ايه؟ هنيجي هنا علشان خاطر زي ما قلت لكم الخضار بتاعنا زي ما انتم شايفين كده لازم اسويه شويه قبل ما احطه على اللحمه. حلو، نتكلم بقى على قصه ورقه اللحمه. طبعا انتم عارفين الجزارين او يعني الناس المحترمه الجزارين دول كانوا ما يعوزوا يعملوا اكل سريع، كانوا يجيبوا فيه، عارفين ورق اللحمه التخين ده، كانوا يحطوا فيه ورقه زبده ويحطوا عليه بقى الموجود في السوق، لحمه مع بصل مع جزر مع كل الكميات دي، ويقلبوا كده مع شويه ملح وفلفل وبهارات، ويقفلوها ويبعتوها للراجل في الفرن تستوي. هي دي قصه ورقه اللحمه. تطورت وبقى لها حاجات تانية وهنشوفها مع بعض مره تانية، هعملها لكم ورقه لحمه سريعه بقى، ورقه اللحمه السريعه. ولكن تعالوا مع بعض نعمل ورقه اللحمه العاديه دي. بس زي ما قلت لكم طالما هعمل بلحم الفيليه يبقى لازم الخضار ده معايا يستوي شوية، يعني يبقى نص سوا كده. هناخد شوية زيت صغيرين حوالي معلقة كده، وناخد معلقة من الزبدة اهو بالراحة خالص مع بعض لغاية ما نعمل أحلى ورقة لحمة. وهنقدمها مع شوية سلطات، منها سلطة الطماطم. سلطة الطماطم دي حكاية، يعني سلطة كده مقاديرها بسيطة ومتوفرة في كل بيت، هقول لكم عليها. دي كده مش كاتبها بس هقول لكم عليها مقاديرها، لأنها ببساطة زي ما أنتم شايفين. عندي طماطم متقطعة، توم، وعندي فلفل حامي، وشوية من الكمون، وشوية من الشطة، كزبرة خضراء مفرومة، وخل، وبصل، شوية ملح. بس كده هقول لكم هنعمل إيه لما نيجي عندها دلوقتي. ولكن هنا هناخد بقى الجزر، لأن الجزر ده أكبر حاجة بتاخد وقت في التسوية، وننزل عليه كده بشوية ملح صغيرين، ونفضل معاه كده نقلبه يدوب يدبل. طبعا أنا ممكن أحط الحاجات دي كلها مع بعض لو اللحمة بتاعتي مش لحمة فيليه، أهو بركز تاني معاكم، لو اللحمة بتاعتنا لحمة الفيليه دي ما بتاخدش وقت في التسوية، لكن لو اللحمة العادية مثلا وش فخدة أو حاجة أحط الخضروات مع بعض مفيش مشكلة مع اللحمة كلها وأقلبها. طيب إحنا حطينا الجزر أهو، أنا عامل واحدة قبل الهواء عايز اوريكم شكلها، لان طبعا برضو استوت معانا اهي، ونبص كده بسم الله اهو. نيجي بقى نجيب سكينه ونفتح ونوريكم شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما بنسويها خالص بتبقى بالشكل ده. طبعا انا حبيت اوريها لكم دلوقتي لان فعلا وصلت التسويه الكامله، انا مش عايز اسويها اكتر من كده اهو. وهوريكم احنا بنعمل ايه دلوقتي ساعه ما نيجي نسويها او بنكمرها في ايه. بصوا يا جماعه، بصوا بقى الريحه واللحمه بتاعتنا مستويه اهي. بصوا بس، هجيب بس معلقه كده ونقلب كله مع بعضه كده عشان تشوفوا
اللحمه مع الخضروات مع البهارات عامله ازاي؟ اهي اللحمه بتاعتي مستويه؟ اهي 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 من جواها عامله ازاي؟ تمام. بالهنا والشفا طبعا هنغرفها بطريقه ثانيه، بس انا حبيت اوريها لكم عشان استوت للسوى الكامل، خدت وضعها واستوت سوى كامل، بس انا اهو قلت اغرفها وتشوفوها. تعالوا مع بعض نكمل بقى بقيه المكونات بتاعتي. الجزر دلوقتي دخل في التسويه شويه، هقوم نازل عليه بالبطاطس ونقلب اهو. اول ما نحس كده ان كله بدا يدبل معانا شويه، طبعا الجزر بياخد وقت اكتر من البطاطس، عشان كده احنا ماشيين واحده واحده. حلو قوي. البصل مش عايز اعمل له حاجه تانية، بس هجيب بوله كبيره عشان نعمل مع بعض اللي جاي بقى اهو. يبقى انا كده مع بعض واحده واحده هحط شويه ميه هنا صغيره عشان ده يكمل تسويته اهو، يتكمر شويه كمان، دول اللي هياخدوا وقت في التسويه اهو. عليهم شويه ملح بسيط، وهنجيب غطا ونغطيهم ونسيبهم كده مكمورين على بال ما اقلب كل المكونات معايا. هنحط اللحمه اهي، نحط عليها البصل بقى، ونحط عليها الثوم، ونحط عليها قطعه الليه. لو مش حابين تحطوا قطعه الليه دي حطوا زبده، شفتوا انا بخيركم اهو. لو مش حابين تحبوا قطعه الليه والناس ما بتحبش طعم الليه، حطوا قطعتين زبده كده. وبعدين الطماطم كله مع بعضه كده اه. وبعدين هناخد صلصه الطماطم والبهارات والكبابه وملح وفلفل. تمام كده، كده زي الفل. نقلب كل ده مع بعض، ياخد ويدي كده معانا اهو. جميل. طيب تاخد تسويه قد ايه كده بعد ما حطينا سوينا الخضار ده اللي هو البصل والبطاطس بره؟ تاخد لها مثلا تلت ساعه نص ساعه بالكتير، لان زي ما قلت لكم لحمه الفيليه ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، بس انا قلبت كله مع بعضه. هنشيل بقى كل الحاجات دي ونيجي مع بعض نعمل ايه بقى؟ نجهز الورقه بتاعتنا اللي هي الاساس، ورقه اللحمه. هنجيب الومنيوم، الومنيوم من فضلك يا احمد، وهوريكم نعملها ازاي، هوريكم نعملها ازاي. قلبنا الخضار اهو كله مع بعضه، شايفين اللحمه اهي، والريحه الحاجات المكونات روعه الروعه. هنا ببص كده بصه يا جماعه، انا مش عايز اسوي تسويه كامله، ولكن انا بعمل ايه؟ بسوي نص سوى اهو. بعد ما خلصنا كده خلاص هعمل ايه بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنركن دي على جنب، وبعدين نيجي هنا نجيب الالومنيوم، ناخد واحده عكس واحده اهي، ونجيب كده وناخد واحده العكس. بعد ما حطينا كده مع بعضه نيجي بقى نحط ورقه زبده كبيره. تمام. لو حابين نحط واحده عكس واحده يبقى افضل، علشان ما تسربش كل المكونات بره. تمام كده. ونيجي بقى نحط هنا الخضار بتاعنا اللي هو سويناه نص تسويه ده، وبعدين ننزل عليه بقى باللحمه بتاعتنا دفعه واحده كده. ويا جماعه عايز اقول لكم لازم تجربوها على الطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. بصوا كده شكل اللحمه عامل ازاي مع البهارات مع الحاجات بتاعتنا. وبعدين هنقفل كده وكده، ونقفل كده وكده، لازم تبقى مقفوله يعني محكمه، ما تسربش هوا خالص. وبعدين نجيب الالومنيوم نقفل كده كويس قوي، حلو قوي كده. وبعدين نجيب الومنيوم كده نقفل اهو. في حاجه واحده بس عايز اقول لكم عليها، بعد ما عملنا كل ده هنيجي بقى نجيب قطعه من الالومنيوم على الوش من فوق اهي اهو، شايفينها؟ حلو قوي. واحده واحده، وبعدين نحط كده ونقفل كويس قوي
لو انا مستعجل بقى، لو انا مستعجل قوي بقى يعني، يعني زي ما بنقول كده جعان قوي ومستعجلها قوي، حاجه احطها على النار لمده دقيقتين ثلاثه كله يسخن، شايفين يعني عايز كله يسخن معايا بسرعه، وبعد كده ادخلها الفرن. يبقى انا كده ورقه اللحمه عملناها بكل تفاصيلها، بس انا طبعا هدخل الفرن على ارضيه الفرن ولا على الشبكه، اهو على الشبكه مباشره، وبعدين نرجع نكمل مع بعض بقيه السلطه اللي هنعملها. حطينا زي ما انتم شايفين اهو، جميل، نقفل عليها ونسيبها كده، ونيجي مع بعض نطلع نعمل اسرع سلطه طماطم. طبعا احنا بابا غنوج عارفينه، والزبادي عملناه تقريبا، وكمان عملنا التوميه، وطبعا الطحينه سهله، كل الحاجات دي، ولكن السلطه دي سريعه وطعمها لذيذ، وطبعا بتتقدم في المطاعم حلوه قوي. زي ما قلت مكوناتها ايه؟ مكوناتها طماطم، خل، كزبره خضراء مفرومه، وفلفل حامي، وتوم، وكمون، ورشه شطه، وبصل. بس لو انا مستعجل عليها قوي ممكن احط هريسه شطه، لو انا مستعجل قوي ممكن احط هريسه شطه. فانا هاخد الحاجات بتاعه التتبيل الاول اهو، اللي هي هريسه الشطه، حط عليها الخل، ونحط عليها التوم. سريعه يعني محتاجين حاجه سريعه كده جنب ورقه اللحمه او جنب الوصفه اللي هنعملها الثانيه. يعني احنا هنعمل بعد الفاصل هنعمل سيخ كباب، فممكن تتقدم جنب اي حاجه شرقي. تاني الكزبره اهو، الكمون، ورشه شطه تاني لو حابين، للناس اللي هي عايزاها سبايسي شويه، وكمان هنا الفلفل الحامي اهو، وبعدين احط البصل قبل ما احط الطماطم، نقلب شويه كده حلو كده، وندي شويه ملح اهو، ملح بس بسيط عشان تبقى طعمها متملح. بصوا بقى، اسرع سلطه الطماطم ممكن تعملوها، سريعه قوي، طعمها حلو جدا وبسيطه، واعتقد ان كل مكوناتها في البيت تنفع مع كل حاجاتنا الشرقيه اللي بنقدمها، كل حلاوات يعني الكفته والكباب والطرب والفراخ المشويه، كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها تعملوها زي ما قلنا اهو. طبعا بتروحوا عند الكبابجيه بتلاقوها، وبعدين يعني دلوقتي انا عرفت ان اسعار السلطات بقت غاليه ومبالغ فيها عند الكبابجيه. زمان كنا لما نروح اي كبابجي بيقدم لنا كل السلطات دي مجانيه جنب الاكل، دلوقتي بقت مبالغ فيها، مش عايز اقول اسعار يعني. هنحط الطماطم، ومش هعمل حاجه خالص اهو اهو، نقلب كله مع بعضه. بصوا يا جماعه والله شكلها يتاكل دلوقتي، يعني يعني انا بحبها كده. بصوا بقى حاجة، مش عايز اتكلم اهو، تمام. بصوا بقى الجمال والحاجات دي، بص يا ياسر كمان، بص شكلها عامل ازاي، حاجة مشهية قوي قوي قوي. استمتعوا بالحاجات اللي احنا بنقدمها لكم دي، زي ما انتم شايفين حاجات بسيطة ولذيذة، وانا تعمدت ان احنا نعمل ورقة اللحمة بكل تفاصيلها عشان تعملوها. يعني كان ممكن اعملها في دقيقتين ثلاثة ونخلص نفسنا، لكن انا خدت واسترسلت وقلت لكم لو اللحمة من قطع الفيليه لازم نشوح او ناخد كده شوية الجزر والبطاطس، لان دول اللي بياخدوا وقت في التسوية. اما بقية المكونات فهي سهلة وجميلة، وكمان هتستوي مع ورقة اللحمة. ان شاء الله نلحق نوريها لكم بعد شوية، ولكن بعد ما عملنا الطماطم وعملنا كمان زي ما بنقول ورقة اللحمة، تخشوا اي مكان، الجديد الممتع التعليمي دايما هتلاقوه مع الشيف يسري في برنامج مطبخ الحياة، ولكن بعد فاصل سريع استنونا.